الوحيدون على الظفرة. خلوني هنا في وسطكم عشان ترحموا الناس اللي بره. خلال شهر سبتمبر. الحساب اللي بيني وبينك مطول، بس ليجي وقته تترك كل شيء بخصني حالي. باقة من أروع المسلسلات. زمن زمني لأني لسه عايشة، بس أنتي موتي وشبعتي موت. يتم ترحيل المتهمة إلى السجن الاحتياطي بالقناطر. أنا كده كده مظبط مع نور كل حاجة. أمير عبد الهادي محمد الطحاوي؟ أيوه. اسمع يا فندم يا أختي، أنا معاملة نظامية وبرادات نظامية برد الدم وقعت عليها. مش بدي الموضوع بكرة يخلص. أنا طول عمري بشتغل عندك بأمان وإخلاص. مستحيل أخون العيش والملح اللي بيننا. ابني وين يا سالم؟ وسماح بن جابر شو اللي جابها عليك؟ قلت أقبل إن عمرك ما حبيت في حياتك. أنت خنتني وخنت الأخوة والصداقة اللي بيننا. بس الحب اللي ينبني على كذب يكون باطل.